سنحضر اليوم عن ضحية سنة من أجل الدفاع عنها، عن حقها، من أجل التصدي للحكم الابتدائي الذي لم يكن حكما صائبا، تم الطعن فيه بالاستئناف، وسيدرج اليوم أمام محكمة الاستئناف من أجل إعادة النظر في الحكم الابتدائي. طبعا سنرافع عن الضحية سنة مرافعة قانونية، مرافعة حقوقية، من أجل وصول إلى قرار استئنافي يكون عادل ومنصف للضحية ولكل ضحايا شبيهات وشبيهون لطفلة سناء، وهي محطة من أجل إعادة النظر في القانون الجنائي وفصوله، خاصة المقصد المتعلق بجريمة الاغتصاب. طبعا وهو حكم لم يكن منصفا، ممكن نقول جائرا، ولكن هناك وسيلة من وسائل الطعن التي سنها المشرع المغربي، وهي الطعن بالاستئناف، وهي يعني تكون فرصة من أجل إعادة النظر ومراجعة الأحكام الابتدائية. واليوم نحن هنا على هذا الأساس من أجل مراجعة الحكم الابتدائي، طبعا لأنه ليس حكما نهائيا، لا زال الملف معروض اليوم على أنظار محكمة الاستئناف التي ستقول كلمتها، والتي طبعا ستكون كلمة منصفة. الشاهدة يعني التمست النيابة العامة إحضارها، نعتبرها شهادتها حاسمة، شهادة مهمة في هذه القضية، ويعني هذه من الهفوات التي طالت الحكم الابتدائي، لأنه الشهادة كان لازم الاستماع إليها، لأنه حتى المقتضيات القانون الجنائي أنه في هذا المقتضى إذا تم يعني استعمال شخص ساهم أو يعني لتسهيل المغتصب من أجل اغتصابه عرض الضحية، فالعقوبة تكون أشد، وهو يعني التي لم تنتبه إليه المحكمة الابتدائية. اليوم نظن أنه النيابة العامة انتبهت إلى ذلك والتمست استدعاء هذه الشاهدة. نحن إلى جانب النيابة العامة طبعا بضرورة حضور هذه الشاهدة، والنيابة العامة لها من الآليات القانونية من أجل إحضار هذه الشهادة، وبالتالي فأكيد الحكم سيجمع يعني كل مقومات المحاكمة العادلة. مساء الخير للجميع، واشركم مباركة بصحة وسلامة، وكنشكركم فعلا شكرا جزيلا على المواكبة ديالكم القضية ديال بنت الطفل القاصد تفلت، وكنشكر حتى على المتابعة ديالكم في الملفات الأخرى. حنا اليوم كيف تم إخباركم الأسبوع الفات على أنه الملف اعتبرته المحكمة جاهز في الجلسة ديوم ديال 13/4، وحنا حتى حنا جينا جاهزين للمرافعة. كنتمناو على أن تكون الشاهدة، واللي حتى هي نعطيكم خبر بأن حتى هي طفلة قاصر شاهدة، حتى هي تم التغرير ديال بها باش أنها شاركت في هذا الجرم. كنتمناو تكون أنها تحضر، وحنا غنمشيو في الاتجاه على ان هاد الاشخاص اللي ارتكبوا هاد الجرائم المدانين من طرف المحكمه الابتدائيه 18 شهر وسنتين، على انه تشدد العقوبه طبقا للفصول ديال المتابعه. وحنا بالنسبه لنا امام هاد الهول ديال الجرائم التي تم ارتكابها في حق الطفله القاصر، اللي طبعا فيها هتك العرض، فيها الاغتصاب بالتهديد بالسلاح الابيض، كانت هذا الاغتصاب اللي نتج عليه حمل طبعا، وكاين طفل اخر اللي تا هو مسكين خرج للدنيا بواحد الضحيه ديال الافعال اللي تم ارتكابها من طرف المتهمين. التمسوا على انه تكون ظروف تشديد، بالعكس انهم يستحيل انهم يتمتعوا بظروف تخفيف، لانه راه هذا يعني اقل ما يمكن، على الاقل ان الفصول المتابعه تطبق بكل هذا بشكل قانوني. الحاله النفسيه ديال الطفله يعني شنقول لكم، لا يحسد عليها، وكل واحد يدير يدو على قلبه ويقول هذه بنتي ولا اختي ولا بنت خي ولا هذا. الان هي في متابعه، لان كاين الطبيبه النفسانيه اللي هي طوعت ان دير لها المواكبه، والحمد لله راه دابا دارت الحصه الثانيه، وكنتمناو على ان، ولكن في جميع الحالات هاد الناس اللي تمتعوا بظروف التخفيف، شكون اللي غيمتع هاد الطفله القاصر باش انها تكون طفله سويه وانسانه مرأة ديال المستقبل، سويه نفسيا، وانها تكون عنصر فعال في المجتمع. طبعا بيان سور، لان بحال اللي قلت للزملاء ديالكم، ان كل ما تطورت الجريمه
كل ما كان القانون الجنائي والمسطره الجنائيه سيتم عليها تعديل، لانه كاين بعض بعض الفصول اللي فرضت الوقت الحالي ان يتم فيها التعديل. في حالات غياب الشهيده كيبقى القرار المحكمه هي اللي غتاخذ القرار واش يكون الملف جاهز او لا غير جاهز. حنا بالنسبه لنا الحضور الشهيده ضروري، خصها تكون حاضره. الا ما حضراتش حنا براسنا غنتمسكوا بان يتاخر الملف باش تحضر الشهيده، لان التصريحات ديالها جد مهمه، لان على حسب التصريحات ديالها في المحضر انها نكرت، ولكن في الاخر نهارت وقعت الحقيقه كيف وقعت الجريمه من اليوم الاول حتى لاخر مره، وفاش وقع تمارس على الطفله الاغتصاب. تقدر تاخذ عده جلسات، علاش؟ لانه اولا كاين العدد ديال الدفاع، لان الان دابا راه تجاوز 30 محامي ومحاميه اللي حاضرين، يعني في المرافعه كل واحد غادي يبغي بيان سور بشكل طبيعي انه يرافع. تقدر تكون جلسه اولى اليوم يتم الاستماع للطفله والمتهمين، تقدر تبقى المرافعه الجلسه اخرى، هذا كيبقى القرار المحكمه على حسب الظروف ديال ان الجلسه. وكانت جلسه خاصه نقدر نقول لك يمكن نبقاو يكمل الملف، ولكن طبعا راه الجلسه فيها ملفات اخرى وما اعتقد انه غادي يسالي الملف. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.